الخير عليكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من قلب الحدث. وقلب الحدث ما زال دائما موضوع مشروع الدستور الجديد اللي راه اليوم يعني الأربعاء شكلت اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان لي يعني الشروع في المصادقة عليه، والآن راه في حكم يعني المصادقة عليه. يعني نقولوا تقريبا اليوم الجزائر دخلنا في تقويم دستوري جديد، ودخلنا في جمهورية جديدة ماهيش جمهورية ثانية على رواية السي أحمد ويحيى اللي ما يحبش عبارة الجمهورية الثانية، ونحترم كثيرا رأيه، وإن كان يعني بين المبنى والمعنى ما كاش خلاف كبير، لأنه يعني جمهورية جديدة أو ثانية أو رابعة ما يهمناش، المهم أننا دخلنا في تقويم جديد بدستور جديد في مرحلة جديدة. إذن اليوم رايحين نناقشوا، ما زلنا نناقشوا هذا الموضوع هذا، ولكن في شق آخر. الآن الدستور هذا جاء تتويجا لمسار الإصلاحات اللي كان بداه الرئيس بوتفليقة منذ 99، يعني نهار جا في 99 عنده يعني أجندة محددة وهو الأمن. الأمن الآن راه تحقق الحمد لله، احنا كجزائريين رانا يعني ننعم بالأمن، المصالحة تحققت ولو فيها ما زالت متواصلة، الإصلاحات السياسية راهي امشات ولحقنا حتى الدستور الجديد. ولكن السؤال الذي يطرح اليوم، اذا ماذا بعد الدستور الجديد، وماذا عن الاصلاح الاقتصادي؟ اليوم الازمه الكبيره في الجزائر هي الازمه الاقتصاديه والازمه الماليه، خاصه في ظل يعني اسعار المحروقات في العالم اليوم راهي في مستوى يعني خطير جدا. هذا الموضوع هذا اللي راح نناقشوه رفقة يعني ضيوفي الكرام سي فريد بن يحيى، الدكتور فريد بن يحيى وخبير اقتصادي وخبير في العلاقات الاستراتيجية. مرحبا بك الأستاذ فريد. بعد خير. كما يحضر معي كذلك الأستاذ جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، حزب سياسي ناشئ ولكنه يعني بدأ يشق طريقه في الساحة السياسية أو شق طريقه في الساحة السياسية. مرحبا بك أستاذ جمال. شكرا أخي عبد الحميد. إذن نمشي مباشرة، السؤال الذي يطرح ماذا بعد الدستور الجديد؟ يعني هل هناك بعد الدستور الجديد ثورة قانونية ستعرفها البلاد في مجالات مختلفة، وماذا بينا يعني نحددوها بالترتيب أو بالأولويات سي فريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع لما يكون دستور جديد أو إعادة النظر في الدستور، الحكومة راح تنظر أو السلطة عندها أهداف معينة. من بين المشاريع الكبرى التي قام بها السيد رئيس الجمهورية هي إعادة يعني تعديل الدستور هذا. أنا نسمي الحقبة الجاية هذه هي إن ميلاد جمهورية جديدة. نعم. الجمهورية الجديدة هذه عندها أهداف، لأن الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال عرفت نقاط قوة ونقاط ضعف. الآن الهدف الاستراتيجي اللي عمله الرئيس هو وضع الأمان بالنسبة لهذا الدستور، رغم أن الدستور يعني فيه بعض أمور جيدة وفيه بعض النقائص. نعم بالطبع. بالطبع. كان أمور، لا احنا ما نحكموش على الدستور كما بعض الإخوة يقول لك في المعارضة هذا الدستور لا يصلح لأي شيء، هذا خطأ. وما نقولوش كذلك بل الدستور هذا يعني راهو يعني ممتاز، لكن نشوفوا به فيه خطوة إيجابية للأمان. ولكن سي فريد سامحني، أنا حرت يعني شخصيا، كاين ناس قالوا بأنه هذا دستور شخص، ما نعرف ما مدى صحة هذا الكلام. لا مش شخص، لا فيه نقاط جيدة في هذا الموضوع، خاصة لما ننظر أنه الآن أصبحت مثلا عهدتين رئاسيتين من بين الثوابت. لما نشوف كذلك أنه الجزائر يعني دسترت مجلس أعلى للشباب، احنا عندنا 70% من المواطنين الجزائريين أقل من 30 سنة. نعم. لما نشوف دسترت كذلك مجلس
للبحث العلمي. نعم. وهذا طالبنا عليه نشفى في الصيف اللي فات هذه كنت مع البروفيسور كمال صنهاجي ونتكلمنا على التكنولوجيات الجديده المتطوره وتكلمنا على الحضاره اللي حترمى في العهد الجديد هذا في حضاره ما بعد المحروقات يعني حضاره ما بعد المحروقات يعني الان العالم راح يتجه الى حضاره جديده نهايه الحضاره الغربيه راهو قائم الان والغربيين عارفين اذا في نقطه الحضاره الان في العالم هي في وسط اوروبا هي لنجة الحضارة الحالية قبل كانت الحضارة العربية الإسلامية إذا أوروبا راح تخرج من هذه الدائرة والموقع ما نش عارفين شكون هو اللي راح يعني مركز الثقل أين يتحول بالطبع كنا نفكروا في الصين لكن الصين حاليا دولة راهي واقفة في الحدود التكنولوجية سكون أبل لي فرونتيير سانتيفيك ولا لي فرونتيير تكنولوجيك لكن دولتين اثنين أو فلاسفة اثنين اللي شفناهم فهموا الموضوع هذا بالطبع هما دولة إسرائيل وخاصة بالنسبة لكثير من المفكرين اليهود في أمريكا وكذلك الفرس يعني فاهمين الإيرانيين التموقع الجديد ومعهم بعض من الهنود من الهند إذا في العالم راح يتجه إلى اتجاه جديد وقلنا بلي لابد من إنشاء مجلس علمي كبير يعني يضم المواطن الكفاءات الوطنية مع الكفاءات الموجودة في الخارج اللي ممكن تكون وإن شاء الله نتمنى هذا الفكر اللي مديناه الحمد لله راه تم الدستارة تاعو بعد الواحد معناه سي فريد الدستور الجديد راح يفتح ورشات جديدة يعني بالطبع. ورشات كبيرة بالطبع احنا تكلمنا زين نتكلموا كم الموضوع هذا نتمنى لو ان رئيس الجمهوريه يسمي هذا المجلس على شخصيات جزائريه كبار وهما الامير عبد القادر والشيخ عبد الحميد بن باديس يعني معهد الامير والشيخ لانهم هما كانوا من الاعلام الكبار الامير اسس الدوله الجزائريه والعبد الشيخ عبد الحميد اذا في الظرف هذا الحالي الان الورشات الكبرى راح تكون لكن يبقاو نقائص النقص الوحيد هو اللي مقلقنا احنا يعني فيه نوع من هل هناك لأن التطور الجديد يتطلب تمثيل حقيقي للشعب الجزائري يعني تمثيل يعني من القاعدة الآن شفنا أحزاب ما عندهاش ارتباطات كبيرة ما بينها بين القاعدة حتى الأحزاب الكبرى من هذه التحالف ومن هذه التجمع الوطني الديمقراطي حبيت هنا الآن راك تتكلم على ديمقراطية التمثيل بالطبع راك تتكلم على إشكالية الجزائريين اللي في الواجهة راك تتكلم على إشكالية الثقة أو لا كونفيونس اي لا كومبيتونس معناه الآن احنا شفنا راني نقول بأنه شفنا في الجزائر انتقادات كثيرة للتعيينات المختلفة ما نقولوش في الوزارة أو حتى في المدراء حتى في المؤسسات حتى في غيرها شفنا غلبت لا كونفيونس على لا كومبيتونس ما نعرف إذا راني صحيح ولا راني غلط فكرتني في واحد الكلام يعني في واحد الكونفيرنس حوايج ملاح في كاين في السينما الأمريكية عم بالك يجوا أفلام رائعة وفيها أهداف حتى البيت الأبيض الأمريكي وبنها جماعات يتبعوا الثقافة الأمريكية يعني بالنسبة للأفلام نتاعهم هي اللي تصدر إلى أوروبا والعالم ككل يعني أمريكا الأفكار حتى المخيال أمريكا حتى المخيال لما نعم. تكلموا مع واحد من عمالقة نتاع السينما الأمريكية هو هاريسون فورد قالوا له فيه يعني ينجوا الافلام يعني راهم في القمه والسيناريو هذا في القمه يعني ما تدلش هذه باللي يعني كاين في انتاج كبير قال لهم فو فات السيناريو كو فول يعني اعملوا اي انتاج نعم. لكن اذا ما عندكمش الممثلين سي فو نافي با دو بونز اكتور ما تنجحوش نفس الشيء اللي قام به السيد رئيس الجمهوريه او السلطه الجزائريه الان بالنسبه للدستور بالنسبه للامور هذه اذا نروح للمرحله الجايه ما عندناش دو بونز اكتور في الحكومه في الاقتصاد يعني في مراكز القوة اللي باش تدفع بالوطن ما عملنا والو لازم دو بونز اكتور لازم ممثلين حقيقيين ذوي كفاءات وطنية وعندهم أهداف استراتيجية باش يقدروا نمروا للمرحلة الجاية ولابد أن يكون هناك تمثيل حقيقي في الغرفة السفلى الغرفة العليا كذلك بالنسبة يعني التمثيل يعني حتى بالنسبة لهذا المجلس يكون فيه تمثيل ويكون فيه تعيينات ما فيش إشكال لكن يكون تمثيل يكون ماشي حتى للقاعدة الجزائرية لأنه الآن حوالي 7% ما بين 4 و7% الجزائريين منخرطين في الجمعيات ومنخرطين في الأحزاب نعم. إذا تقريبا 90% من الشعب الجزائري خارج بالطبع كيفاش نرجع لهذا الشباب كيفاش يندمج كيفاش نبنيو الدوله الجزائريه سؤال مهم جدا هذا استاذ جمال كيف نعيد الاعتبار للفعل السياسي في الجزائر لانه في النهايه حتى هذه الثوره اللي راح توقع بعد الدستور الجديد تحتاج الى يعني
سياسة، يعني التعيين سياسة، المسؤولية سياسة، كيف راحين ما بعد الدستور نواكبوا هذه الثورة اللي راح تحدث، لأنه ما الدستور هذا لابد له من نصوص تفسره وتجسده في الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية أشكركم على الاستضافة، وأتوجه من خلال قناة الجزائرية بالتحية لكل المشاهدين. أولا لو سمحت لي أخي محمد أن أجيب على السؤال الأول الذي وجهته للأخ، ماذا بعد الدستور الجديد؟ يعني على موضوع التعديلات وما والثورة التشريعية والمنظومة في المنظومة القانونية، ما يتبع تعديل دستور. وفي 2011 لما أنشئت لجنة بن صالح للبداية في الإصلاحات، طرحنا آنذاك وكنا من المشاركين على الهيئة وعلى اللجنة، قال لو الأولوية أن نبدأ بالدستور. نعم، لا يمكن أن نضع الحصان خلف العربة، وإنما لابد الحصان هو الذي يجر العربة، والدستور هو الذي تتفرع عليه المنظومة التشريعية والقانونية فيما ووقع بعد. ما وقع وللأسف الشديد أنه الآن سبقنا في تعديل منظومة قانونية في 2012-2013 وما تبعها، ولكن الدستور. ولكن سي جمال، ربما هذاك الوقت كانت هناك، صحيح خليني نقول لك، حتى الأحزاب اللي كانت في الحكومة، حماس مثلا أو حركة مجتمع السلم، كانت في الحكومة آنذاك وكانت تقول الحصان لا ينبغي أن يكون بعد العربة يعني. ورغم ذلك، لكن كانت هناك واحد الظروف هكذا خلات ربما الحكومة تعجل في قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الانتخابات، لأنه كان هناك ظرف عربي كان لازم الجزائر تنفتح على الأحزاب السياسية. ربما ذاك هو اللي خلى التعجيل بهذا القوانين قبل الدستور. لا، هذا من وجهة نظري لا يبرر التأخير، يعني لأننا الآن رانا رايحين نديروا أوروفير يعني، ولكن التاريخ نعاودوا لأنه التعديل كما جمل، ولكن التاريخ لا يمكن أن نغيره، واقع ما وقع. هذه ملاحظة لابد أن نسجلها. نعم، أنا أريد أن أسجل هذه الملاحظة. راك سجلتها جمل. ملاحظة، وهو أن الآن بعد ما قدمنا القوانين والتعليمات والمراسيم وأخرنا أم القوانين والأخر، والآن لما رانا ماشيين كما تفضلت أن التعديل الدستور الآن راه بحكم التحصيل الحاصل خصوصا وأنه يمر عبر البرلمان بغرفته، الآن أكيد أن ما يأتي الآن دستور بالصيغة تاعه الجديدة سيفتح ورشات كثيرة جدا ورهان كبير جمال، والمعركة الآن هي معركة الورشات، معركة القوانين العضوية والقوانين التنظيمية لا نملك فيها. كاين رايح تكون معركة تشريعية على مستوى القوانين، بحيث أنه على مستوى المجالس المنتخبة، بحيث أن الدستور رايح يلزم المشرع الجزائري أن يقوم بتعديل كثير من القوانين والمراسيم التنفيذية والتنظيمية إلى غير ذلك، وهناك ويتطلب تعليمات كثيرة. نعم، سامحني جمال، على مستوى جمال. خليني على المستوى الثاني. ثانية نعم. هذه القوانين التي ستتطابق مع الدستور بطبيعة، ولكن المشرع الجزائري والحكومة الجزائرية اليوم مطالبة باستحداث قوانين جديدة. المجلس الأعلى للشباب يحتاج إلى قانون جديد، قانون عضوي جديد. بطبيعة الحال كان هناك قوانين تعدل موجودة وتعدل وتثرى إلى غير ذلك، وفيه مجموعة قوانين ستنشأ، وربما قد لا تكون قوانين، تكون مراسيم رئاسية وتنظيمية لتنظيم الأمور. هذا أولا جانب مهم. الجانب الثاني هو جانب المجالس هذه التي أنشئت، والهيئات هذه التي أنشئت، والتي الآن أيضا فيها معارك كثيرة، معركة التركيبة البشرية، معركة المعايير التي على أساسها يتم يعني تعيين أو انتخاب أشخاص أو أفراد في هذه الهيئات. المشكل اللي كنا نوظف به سابقا ولا نعين به سابقا ليس قائم على الثقة، وإنما قائم على المحبات وقائم على الولاءات،
ولم يقم على الكفاءات وعلى النزاهة وعلى المعايير الموضوعية والمعايير المطلوبة في كل منصب. جمال، ربما المحاباة أوافقك فيها غير مقبولة، ولكن الولاءات عادي جدا في كل دول العالم. دير الولاء في الولاء في كل دول العالم. دير الولاء مع الكفاءة، اجمع بين الأمرين الولاء والكفاءة. نعم، ما فيش مشكلة. هذا مقبول. نعم، وحتى اجمع سيدي بين المحاباة والكفاءة. نعم، ما فيش مشكلة. لأنه لما الآن كلينتون تصبح رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، كل الإطارات اللي في مفاصل الدولة الأمريكية راح يجيوا على لون كلينتون، وأمر عادي جدا يعني. لا، المشكل ماهوش في أنك تأتي الآن، أنا كاين معايير لما نروح للمناصب هذه ولا للمهام. خليني ما نتكلمش عن المناصب، نتكلم على الوظيفة، على المهمة، لأن بالنسبة لنا في المانجمنت الأصل أنه تكون هناك، نتكلم على متطلبات المنصب ولا المهمة. نعم، ولا الوظيفة إذا صح التعبير. لما دير المعايير ودير الإسقاط، ودي الإسقاط على المؤهلين لهذا المنصب، وخذ سيدي من الناس اللي موالين لك باش يكون هناك انسجام ويكون هناك تناغم ويكون هناك توافق حتى لا يقع هناك تعارض. جمال، لكن سامحني جمال، وتقدر تدي حتى من المعارضة يعني. بطبيعة الحال، لما أستاذ واحد كيما رافارين، جون بيير رافارين، وزير أول فرنسي يميني، لم يجد حرجا في العمل مع جماعة اليسار لما طلب منه في فرنسا يسارا العمل للجمهورية الفرنسية. الكلام اللي راك تقول فيه ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، واللي في الحقيقة كان بعض الناس تكلموا عليها كتسويق إعلامي ولم يوظفوا في وضعيتنا احنا في الجزائر، أو في البلدان اللي في وضعية الجزائر، نحتاج إلى كامل الطاقات الوطنية. نعم، في أنا اليوم وتكلمت بها يعني في أكثر من لقاء، في أكثر من تجمع. الجزائر اليوم لا يجب عليها أن تتكلم على معارضة وسلطة، تتكلم على وطن. نتكلم اليوم على وطن، نتكلم على إرساء قواعد صحيحة لبناء دولة. نعم، نتكلم على مشروع وطني تنموي، نتكلم على استراتيجية ورؤية نتعاون فيها كلنا من أجل على الأقل وضع القطار في السكة. ولما يوضع القطار في السكة قد نعود عند يدين نتكلم في التفاصيل، يتنفس المتنافسون، يتنفس المتنافسون، تكون معارضة وسلطة وفي احترام المعيار الحقيقي والمعيار الشعبي، هذا اللي هو تكون إرادة الشعب محكمة. وتأكد أن الشعب لما تحكم إرادته، وأعود إلى سؤالك الأول، عندئذ هذا الشعب لن يعزف لا عن الانتخابات ولا يستقل على الساحة السياسية. عندما يرى أن إرادته تحترم وإرادته تحكم وإرادته يعني هي الفيصل بين الجزائريين، عندئذ هذا الشعب سيعود إلى الآخر. مع الآن إنهاء سياسة تصحير الساحة السياسية والساحة الجمعوية، يعني المجتمع المدني والساحة السياسية، وإنهاء سياسة التعفين التي مورست، حيث كما يقولوا في المبدأ النقدي، يقول لك باللي النقد المالي، يعني نتكلم على لي فينانس، على لاموني. نعم، في الاخر يقول لك العمله الرديئه تطرد العمله الجيده من السوق. نعم، لقد طرد التعفين والتصحير والتكسير، طردت الكفاءات الوطنيه النزيهه، وسمحت لاشباه السياسيين واشباه الممثلين المجتمع المدني واشباه الكفاءات الوطنيه ان تعتلي المناصب، ولا يمكن للرداءة ان تبني وطنا ولا ان تقدم اي شيء للبلاد. ولا يمكن ايضا بالاضافه، اذا كانت هذه الرداءة ايضا مرتبطه بانهيار في منظومه الاخلاق وفي منظومه يعني ما كان كما نقولوا بالدرجه تاعنا لا دين لا ملة، فعندئذ ماذا تنتظر من هذا؟ ولذا انا يعني اثمن ما قاله الاخ فريد، وخصوصا لما ربما نعود اليه لما نتكلم على عن الجانب الاقتصادي. لازم تكون ثورة حقيقية، باسكو قد تخرج بدستور من أحسن الدساتير، وتخرج برؤية استراتيجية ولا مشروع تنموي من أحسن ما أنجب العقل البشري، لما تحط عقاقن
يدافعوا على هذا البرنامج ولا على هذه الرؤية ويسوقوا لها، أكيد أن الناس ما لكن أساتذتنا سامحني، الأخطر من كل هذا، هل ما تشوفوش أنه اليوم اليوم الجزائر داخلة في معركة، يعني معركة يعني معادلة صفرية، يعني إما الوجود أو العدم، يعني ما نكونش متشائم وما نكونش ما راحش نخوف، لأنه ربما بلاكسي ولد خليفة يزعف البارح قال ما تخوفوش الناس بالاقتصاد وكذا، ولكن هل ما تشوفش بأنه إذا ما انخرطش المواطن الجزائري لو سيتويان لومبدا، إذا كان ما انخرطش في هذا الحراك الجديد، هل يمكن أن يعني نواجه هذه الأزمة هذه اللي راهي موجودة؟ هي بالطبع الآن احنا تكلمنا قلنا باللي لازم يكونوا ممثلين حقيقيين في المناصب الدولة، لما تكون عندك استراتيجية واستشراف، قال الجزائر الآن راهي في المرتبة سين بالمجموعة الدولية، نعم حابين نرفعها نرجعها ما بين العشرين دولة قوية في العالم بارمي لي جافا، إيه لازم المواطن يامن، قال في الميدان لازم المواطن بالطبع يامن، بالطبع المواطن وش لازم له؟ المواطن لازم لك تعطيه الثقة، لازم يثق في المسيرين تاعو، ولابد كما قالها السي العربي بالمهيدي رحمه الله، قالك أرموا ألقوا بالثورة إلى الشعب يحتضن أو إلى الشعب يتلقفها الشعب، نعم. إذن في نفس الشيء الآن السلطة الموجودة الآن لازم ترمي بالثقة تاعها مع الشعب، لأنه إذا كان شعب في المستوى مؤهل، أبناء الجيش راح يخرج من هذا الشعب، الرياضيين يخرج من هذا الشعب، المواطنين يخرج من هذا الشعب، نعم. الرئيس يخرج من هذا الشعب، نعم. الوزراء يخرج من هذا الشعب، نعم. إذن فالشعب هو الوعاء الحقيقي للدولة، ومنه الفرق ورمقها الاستراتيجي بالطبع، لابد من إعادة تأهيل الشعب هذا. صحيح أن الجزائر الآن في تراجع الأموال، لكن كما قالها فرسادو وهو من كبار المفكرين البرازيليين، يقول لك باللي الدولة ما تخفقش، يعني يكون أن إيطا نو ديكلار با فايت، مي سي ليزوم كي ديكلار فايت، الرجال هما اللي ما يعني بمتحهم. يعني الرجال هم الذين يفلسون، الفلاس لا يوجد في الدولة، الجزائر ليست مفلسة ولن تكون مفلسة إن شاء الله، الجزائر طبعا مدة قرون تاريخ يعني وراح تمد مدة قرون بالطبع، لكن فيه رجال ينجحوا وفيه رجال يفلسوا. نعم. إذن احنا نتكلم الآن لازم يكونوا ممثلين حقيقيين في مراكز صنع القرار، في مراكز الدولة، هما اللي يقدروا يهزوا الجزائر من النقطة هذه إلى نقطة أخرى. وأمريكا اللاتينية تعلمنا الكثير أستاذ. بالطبع. بالطبع. في البرازيل، في الأرجنتين، نعم. في المكسيك، يعني عندهم ثقافة. ثانية. ثقافة التحدي. واحد التحدي. منهم أستاذ يقول بأنه كونت لو استدير يقول لك كونت لو شوما إي ديفيسيل، لا ديفيكولتي دوفيان لو شوما ولا دوفيان. لا نعطيك الطريق. يعني لما الطريق يكون صعبا الصعوبة تتحول الى طريق. نعطيك بيتر دروكر، واحد من كبار المفكرين في المانجمنت في العالم، كان في عمره تقريبا 95 سنه يقري في جامعه هارفارد، يعني عاش 100 واش هارفارد اللي بناها اكبر جامعه بناها الامريكان باموال يعني الوقف يعني المجتمع المدني، ثقافه الوقف هذه والزكاه وامور اخرى، نعم. يعني للاسف الشديد المجموعة في السلطة ما عندهاش نظرة جيدة للأمور هذه. الآن كبار رجال المال والأعمال في العالم بالطبع ابتكروا قضية لافيلونتروفي هذه، يعني عنده أموال ضخمة بالطبع بالطبع يأسس بها. إذن فجامعة هارفارد مبنية على الوقف، وفي كثير من الجامعات، نعم. مبنية على الأمور هذه. إذن وش قال لهم؟ سألوه سؤال يعني في الجماعة اللي حضروا الدكتوراه تاعهم تما، قالوا له كيعود مشروع معقد بالنسبة للدولة وبالنسبة للمؤسسة، ونحوسوا كيفاش ننجحوا بالمشروع، واش لازم نديروا؟ قال لهم الفو كومونسي، لازم تبدا نعم. وربي سبحانه يقول لك واذا عزمت فتوكل على الله، توكل على الله. اذا الفو كومونسي، حابين الجزائر هذه تولي دوله قويه يعني في الاقتصاد نتاعها، لانه الجزائر ما عندهاش الحق تكون في الدرجه المتدنيه في الترتيب العالمي، ما عندناش الحق، عندنا كل الامكانيات، نعم. باش نكونوا بارمي ال 20 دوله قويه في العالم اقتصاديا. سي فريد، انت مارست سياسة ولكن ما مارستهاش تنظيميا، يعني لا مارستها تنظيميا، لا نقصد ربما
معليش لا مارسها بعد تعرف واش مارس في سياسه النظاميه مارسها النظاميين كي كانت الجزائر نواري بلوكي ما يقولوا كي كانت كي كنا في العشريه هذيك مارسناها نعم. السياسه لكن نقصد سي جمال عايش عايش الاصلاحات القانونيه اللي وقعت بعد 2011 جاء قانون انتخابات قانون الاحزاب قانون الجمعيات جات قوانين كثيره هكذا هل تشوف سي جمال بأنه اليوم ينبغي علينا أن نستدرك الأخطاء التي وقعت في قانون الأحزاب في قانون الانتخابات في القوانين حزمة الإصلاحات اللي وقعت بعد 2011 وخليني نقول لك سي ولد قابلية الله يذكره بالخير وزير الداخلية يعني بمقام سي ولد قابلية واللي هو أشرف كان على رأس وزارة الداخلية عندما يعني تم تشريع هذه القوانين قال بأن هذه القوانين ينبغي أن تعدل بما في ذلك قانون البلدية والولاية. وأستاذ عبد الحميد كي تشوف الآن للمخاطر التي تواجهنا وللتحديات وللرهانات أنا قلتها كم من مرة إحنا ما نش من ولا أنا نعم. كجزائري لا يحق لنا أن نكون كذلك وما أعرفه عن نعم. أبناء الوطن لا يحق لنا أن نكون كذلك عندنا هذا النيف شوية عندنا واحد النخوة هكا واحد العزة واحد الإباء ما لازمش إذا كان حبينا نحافظوا عليه ما لازمش نكونوا ضعافة ما لازمش نكونوا في ذيل الأمم وما لازمش نكونوا وثم الموقع تاعنا تاريخي احنا منطقة تاع محل أطماع تاريخية يعني ما تنتظرش إذا أنا قلتها في حصة على الأمن والإقليمي وكذا إذا حبينا نحافظ على هذه الجزائر لابد أن نكون أقوياء وفي كل شيء ماهوش في حاجة واحدة نكون أقوياء اقتصاديا نكون أقوياء عسكريا نكون أقوياء دبلوماسيا نكون أقوياء أمنيا نكون أقوياء إعلاميا نكون أقوياء مدنيا وحضاريا لأننا في موقع جيوستراتيجي اللي رانا يا إما نقود أو ننكسر والشي اللي صرا عند خاوتنا الجيران لسنا بمنأى عنه طبيعة الحال ولهذا بالنسبة للشي اللي صرا أنا شخصيا أرى أنه تحدث ثورة أخرى سياسية سلمية ثورة في المنظومة التشريعية والقانونية اللي حكينا عليها ثورة على مستوى الذهنيات والعقليات هاد لاسيستانا سوسيال اللي رانا ربينا عليها الشعب تاعنا من اللي كان في السبعينات الشعب يحب بلاده يخدم درك يقول لك واش تمدوا لي عايش بواش تمدوا لي هذا الشعب هذا المواطن هذا لازم تبدل هذا المسؤول اللي يخدم وانا مع ربما استاذ خبير هنا الناس تخدم 8 سوايع وهو الجزائري متوسط ما يقدمه في 8 ساعات هي 36 دقيقه هذه العقليه لازم تتبدل إذا رحنا للسياسيين طبقة سياسية بائسة في معظمها يا إما في الموالات عنده نظرة تاع طبابلي وتاع زورناجي ويصفق ويشطح لكلش يا إما في المعارضة عنده نظرة عدمية لكل شيء يشوف دار نواضر كحولة صبورة كحلة في ليلة ظلمة وما كان حتى حاجة تنفع في البلاد هذه أيضا والمجتمع المدني أيضا اللي راه هو بحد ذاته راه أوليو يكون مكمل لمجهود الدولة ولا هو عبء على الدولة مقابل أنه يكون يتحول إلى لجان مساندة في المناسبات والاستحقاقات السياسية مش هذا هو المجتمع المدني أنا مشينا الولايات المتحدة لقيت المجتمع المدني هو الذي يقود ما لقيتش بوليسي ما لقيتش جدارمي ما لقيتش إداري لقيت مجتمع مدني قوي في كل شيء فإذا وفي كثير من الدول وإحنا مجتمع مدني عايش على مساعدات السلطة بمقابل ولهذا إحنا محتاجين مستوى التعدينية ثم مستوى الممارسات لبراتيك أركايك هذو الممارسات هذه المنحطة اللي ما عندها حتى معنى اللي في نهاية المطاف يعني لا تخدم لا صاحبها ولا وطن ولا كذا وبالتالي محتاجين إلى ثورة سلمية إلى ثورة هادئة إلى ثورة نكون أو لا نكون كما قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أو الشيخ بن باديس في الشيخ البشير يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا أو لا تكون نحن نعم. لابد أن نكون ما عندناش خيار أن لا نكون نعم. ولكن الآن سي جمال نعم. الآن راه يعني
راه الفرصة مواتية مناسبة، يعني هناك جمهورية جديدة بقات عند صاحب القرار السياسي. أنا كيشوف التعيينات الأخيرة في المجلس الأمة كمثال في التجديد النصفي، ونشوف الطريقة التي تمت بها الانتخابات، رغم أن التركيبة هذه اسمها هذا تحصيل حاصل لتركيبة معينة. جاني واحد صحفي قال لي واش تشوف، قلت راح تروح بلا فلان ولا رند، لأن الانتخابات السابقة أفرزت هذه المجموعة، ما تنتظرش أنها تفرز لك منتخبين واحد أخرين. ولكن في التعيينات اللي يعينها صاحب القرار هذه مؤشر يا أخي حميد لا يتماشي مع الطموحات تاعك محمد. ما يتماشاش مع هذا الطموح تاعك. لما نشوف ناس كانوا وأثبتوا فشلهم ثم يعينون في الثلث الرئاسي اللي راه عند صاحب القرار. ولكن جمال الثلث الرئاسي ماهوش رهان كبير والحزبين لا لا، هذا مؤشر، قلت لك مؤشر ستاننديس ما نتكلمش الاخر. انا الان نشوف اننا نقوم بعمليه تطهير حقيقيه. احنا جزائريين ولاد وطن واحد، وقد اثبت التاريخ اننا نحب بلادنا. كي هذاك الشاب اللي راه مهمش كي راه سياسي هذاك كاين الحمد لله الغالب الاعم يحب الجزائر وحريص على الجزائر. كفانا لكن جمال لكن ما جاوبتنيش على تدارك جمال ما جاوبتنيش على التدارك تاع النقائص اللي وقعت في هذه القوانين الكبيره اللي صدرت بعد 2011. شوف يا استاذ، انا قلت لك التعديل الدستوري يقتضي مراجعه قانون الانتخابات، القانون العضوي للانتخابات والقانون العضوي للاحزاب والقانون العضوي للجمعيات البلديه الولايه البلديه الولايه. انا احنا اقترحنا المصالحه الوطنيه، قانون السلم والمصالحه الوطنيه، وانت اشرت مازال خطوات لازم تستكمل. الأمازيغية واعتمادها تحتاج في أمور أيضا، يعني كاين عامل كبير راح ينتظر كما سمعنا ورشد. لكن المشكل هل تشوف أنه ينبغي، خليني أكمل الجملة برك، سامحني نعم. ثانية نعم. هل تشوف أنه ينبغي في هذه القوانين أن تقع مشاورة كذلك؟ مشاورة بارك الله فيك. عجبتك هذه الجملة؟ لا بارك الله فيك. التوافق الذي لم يحدث في القوانين السابقة، على خاطر أنا كي أول رئيس حزب استقبل في 2011 من طرف الأخ عبد القادر بن صالح، قال لي سأنقل كل مقترحاتكم بأمانة إلى فخامة رئيس الجمهورية. نعم. يعني واش نفهم؟ نفهم أن اللجنة يعني تكون أمينة في نقل المعلومة، لكن لم يحدث هذاك الحوار الذي يفضي إلى التوافق، ما حدثش. وأنا كتبت كتاب وأنت عرضته هنا في نعم. ولكن في هذا البلاطو لا يعني أنه سي بن صالح لم يقدم، لا لا يعني نحسن به الظن. لا لا، هو نقل وأنا متأكد أنه نقل، والمقررين كتبوا والكاميرات يصوروا، يعني ما نشك في الأول. لكن الخطوة الحوار اللي دارها بن صالح ولا اللي دارها سلال مع الاحزاب المعتمده في البر اللي عندها جمال حاب تقول نروحوا للشورى، الشورى الملزمه ماهوش المعلمه. لا نروحوا الى حوار، نروحوا الى حوار جدي وعميق ومتعدد الجولات. اكيد اننا سنجد، قلت لك احنا جزائريين اننا نجد انفسنا متفقين في اغلب الامور، ونجد بعض النقاط الخلافيه التي تحتاج الى الاقناع الى التذليل، وما كما قلت لك أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، وما لا يدرك كله لا يترك جله. أنا هذه وبالتالي أنا سي جمال راه يجاوب، سامحني باش نعطيك الكلمة سي فريد. أنا سي جمال راه يعني يبرق رسائل يعني للجماعة اللي يقولوا المشاركة مع السلطة ستضفي المزيد من الشرعية على سلطة غير شرعية وكلام من هذا القبيل اللي كنا نسمعوا فيه منذ يعني سنوات. ولكن لا، هي السلطة قائمة، يا إما كاين خيارين، اسمح لي يا أخي فريد واسمح لي ثانية ثانية. شوف عندنا خيارين إذا حبينا نبنيو البلاد، عندنا خيار التغيير بالثورة عن طريق الشارع، وهذا رأيناه خيار عدمي انتحاري في كل الأقطار التي شاهدنا على الأقل في عالمنا العربي، أين تدخلت القوى الإرادة الثالثة، هي إرادة واستفادت وكسرت الجيوش وكسرت الاقتصاديات وكسرت النسيج الاجتماعي ودمرت كل شيء في بلداننا العربية. يا إما الخيار نغلقوا على أرواحنا في ورشات ونقعدوا ونفهموا، ما نبقاوش في المثال تاع المسرحية تاع بكري في السبعينات قالوا أنت خويا وأنا شكون.
يا يعني نتنيخوك سي محمد نقعدوا في ورشات ونعمل لصالح الجزائر، ولكن النضال دوام كذلك سي جمال. سي فريد نمشيو للإصلاح الاقتصادي، وش هي الأولويات اليوم يعني الآن بعد الدستور؟ نظن بأنه هناك ورشات سياسية وتشريعية خلاص راح تأتي لا محالة، ولكن ماذا عن الاقتصاد؟ هل تشوف بأنه كذلك لازم تحدث ثورة اقتصادية في الجزائر؟ بالطبع. وهل نحن اليوم مستعدين لهذه الثورة أم أننا يعني مكرهين ولسنا أبطالا في هذه القضية؟ نعم، هي الشرط الأول تكلمت عليه، هو لازم يكون تمثيل حقيقي للشعب الجزائري في مؤسسات الدولة. خلاص هذه رأينا قلنا الانتخابات راهي جاية. لا هذه نقطة أساسية وقاعدية. نعم، هذا الأساس. النقطة الثانية، لما نعمل القوانين الهدف نتاعنا، لانه احنا نتكلموا الان فيه صنع قرار في جهات معينه في الدوله الجزائريه، وهاد الناس هادو اللي في السلطه هم ابناء الشعب الجزائري اذا كانوا في مؤسسه عسكريه او في مؤسسه رئاسيه ولاد الشعب الجزائري. اذا فهناك استراتيجيه لوضعها كيفاش تنتقل الجزائر من سلم الى سلم اخر. نعم. النقطه الثالثه اعاده تاهيل للشعب الجزائري، بكل صراحه فيه وعي الان، ce qu'on appelle une mise à niveau de la ressource humaine. وهذا ماهوش عيب، ماهوش طعن ولا قدح في الشعب الجزائري. الشعب الجزائري تلقى لهنا مجموعه، نشوفوا الاحياء مثلا نهزوا العاصمه ولا قسمتان الوهران، تلقى في بعض الاحياء تلقى مستوى لاباس به، تلقى في جهه اخرى بعض الاشخاص لاباس بهم لكن اغلبيه ما كانش، تلقى اماكن اخرى فيه ضعف كبير، يعني في نفس المدينه. اذا اعاده تاهيل واش معناتها؟ في العراق الان الحرب العراقيه، والان شوفوا التدمير كيف في العراق، يتكلمون بعض الاخوه عملوا تما يعني راحوا في مهمات، يبيع في الفول ولا يبيع في امور، وهز كتاب قاعد يقرا فيه، يستنى في البيس وهز كتاب يقرا فيه. يعني دولة عربية ما متوش فرنسا، لما تروح فرنسا ولا بريطانيا ولا بالطبع في وسائل النقل تشوف كل واحد هز. انا نشوف في وسائل النقل الجزائريه هل فيه جزائريين يهزوا كتب يقراهم؟ ما كاش. نقطة أخرى، لازم يكون إعادة تأهيل الشعب هذا، لأنه باه تبني دولة، باه تبني دولة حقيقية. العنصر البشري هو الأساس. والأساس نعم. حنا مدينا القيمة لشراء الأدوات لبناء الطرق، لكن العنصر الحقيقي هو البشر. لازم إعادة تأهيل في الأخلاق نتاعو، في التربية نتاعو، في الثقافة نتاعو، في النظافة نتاعو. ولكن هذا أستاذ الشيء اللي تكلم عليه السي فريد لازم باش المشاهد يفهمنا. لكل دولة ولكل سلطة عندها أدوات إيديولوجية. بالطبع. خليني نقول لك، ما أنا في السبعينات ربما كنت صغير جدا، ولكن كانت في إيديولوجيا. كنت نشفى أنه مثلا الثورة الزراعية، كنت نشفى حملات التطوع، كنت نسمع عليها هكذا، ما كنتش نفهم ما هي. كي كبرت شوية فهمت بأنه هذيك أدوات إيديولوجية تاع الدولة. بالطبع بالطبع. عند الشباب خاصة الشباب، لأنه الاستثمار الحقيقي في الشعب ككل، لكن خاصة الشباب. شباب لابد بالاخذ بالعين الاعتبار، باسكو هو قاعد كي العجين، كيما تصنعوا يكون، اذا صنعته مليح يكون مليح، صنعته فاسد يكون فاسد، والدوله هي اللي من بعد تدفع الثمن. اذا بعد تاهيل الشعب يعني بالنسبه كيما تكلمنا، لازم يكون فيه امتياز علمي، لازم يكون فيه توافق اجتماعي، لازم تكون فيه نظره تنافسيه بالنسبه لكل المستثمرين للمستقبل. اذا في الادوات الان، مثلا الان تقول لي الجزائر عندها تراجع في البترول، واش لازمنا نعملوا؟ النقطه الاولى لازم نديرها هي الان هذا هو الوقت اللي دير فيه التأهيل ودير فيه دراسة المشاريع الكبرى. يعني مثلا باش ندير مشروع تاع طريق سيار اخر، ولا ندير مثلا تاع هياكل قاعدية كبرى، الجزائر مازالت محتاجة لهياكل قاعدية. نعم. او نعمل استثمارات في الميدان الطاقة، او الدراسات لازمها تكون الان، لانها تتطلب عام عامين الى ثلاث سنوات. اذا في الدراسات نوجدوا الدراسات باه من بعد كي يدخلوا الاموال نستمروها في المشاريع هذه. النقطة الثانية، لازم تكون فيه الشعب الجزائري اغلبيته شباب، لازم تكون وزارة الثقافة في مستوى عالي. لابد أن نرجع للمسرح، وين المسرح الجزائرية؟ لابد أن نرجع للسينما، ثقافة السينما. شوف في أوروبا أي فيلم يخرج يدخل عائلات. لابد أن تكون فيه كذلك ثقافة في الملاعب نتاعنا، التسيير المانجمنت والماركتينج في الملاعب ما كانش. لاحظت كثير في الهداف مثلا في الوحيد، ولا واحد تكلم عن المانجمنت. هنا أعطيتني واحد الفرصة أستاذ فريد، تفضل. لأنه قبل أسبوعين يعني رانا في الجزائر تفادينا كارثة لسبب بسيط، انه مناصرين خارجين
مقابلة مولودية الجزائر شباب بالوزداد مناصرين خارجين خداو المطرق شهادات، أنا ما كنتش حاضر ولكن شهادات، شهادات صحفيين خداو المطرق لأسباب لا أدري لماذا. هذا المناصرين هذو خلفوا الثار بالمنطق تاعهم في باب الواد في بولوغين في الناس اللي ضربوهم، معناه حذاري من الفتيل، حذاري من الفتيل. المناصر الجزائري راه بشر، راه بشر، راه بشر، يدخل يشوف المقابلة تاعو نظمه أعطيله أدوات التنظيم ما يتحولش إلى وحش، لأنه أنت ضربته في 20 أوت، هو ضربك في الفاوت وكانت قادرة تحول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. بالطبع احنا بالنسبة للشباب الجزائري أنا قلت كان لازم إعادة تأهيل. احنا شفنا نشفاو كنا صغار وشفنا لي هوليغانس في بريطانيا ليفربول كيفاش كي كانت تلعب في هولندا، صارت مشاكل صارت فيها حتى اموات. لكن جات المراه الحديديه وين وضعت يعني قوانين وتربيه حقيقيه بالنسبه للشباب الانجليزي. الان الشباب الجزائري فيه يعني قلت لك عجينه، ممكن انه الشباب هذا يكون في المستوى لما يكون الملعب يسير بطريقه جيده، يعني بتسيير عقلاني جيد، لما نعرف نعمل الماركتينج بالنسبة للملاعب، لما يدخل الشاب يلقى الكرسي نتاعو كيفاش يدخل كيفاش يتفرج، يعني لازم تكون فيه تربية حقيقية، تكون فيه ثورة فكرية، ثورة أخلاقية للشباب. بالطبع من حقه يتكلم يهدر يدير كذا، بالصح في إطار معقول، ما يضربش وما يتضربش، لازم تكون فيه أخلاقيات. هذا التفكير هذا بالنسبة للمجلس على الشباب هذا حين يعملوه لازم يفكروا في الشيء هذا جيدا. هلا قاعد نقول لك انا لازم دو بونز اكتور، ممثلين حقيقيين هم اللي يفكروا في الشيء هذا، لانه احنا لاحظنا الان الحكومه الحاليه ما عندهاش استراتيجيه تفكير الي اوبيراسيونال حقيقه، بصح كي تعود ما عندهاش يعني ان بلان، ما عندهاش ان شيما ما تروحش بعيد. وهذا واش اللي ناقص الحكومه الحاليه. الحكومه اللي هذه ولا اللي قبلها كذلك مدة 15 سنة عملنا ورشات كثيرة لكن أخفقنا في الأغلب نتاعها. السيد رئيس الجمهورية بنفسه تكلم عن الإخفاقات الاقتصادية. نعم وهذه نعم حقيقة. نعم هذه حقيقة. إذن نعم أذكر أنه الرئيس بوتفليقة في يوم من الأيام جمع الولاة وقال لقد أخفقنا، يعني بلسانه ما يعني بعادي قال بأنه أخفقنا. هذه في 2008 ولا 2007 يعني، ولكن بعد ذلك وقعت ثورة أخرى على مستوى قانون البلدية، على مستوى بالطبع قانون الولاية. نبدأ القانون البلدية وقانون الولاية. بالنسبة لي أنا الديفلوبمون لوكال، التنمية المحلية، المحلية نعم، لابد لأنه عندنا 1541 بلدية في الجزائر، بلدية في الجزائر. إذن هل لازمنا نشوفوا النمط؟ هل لازمنا نحكيوا لازم كل منطقة بلدية؟ هل ما نديرلوش رئيس بلدية بالنسبة لكل ولاية والاخرين يكونوا يعني كوم ديزاد جو نتاعو ديليغي نتاعو؟ نشوف وحاجة أخرى لازم بين الشروط، بين أستاذ الشروط. السؤال الكبير الذي يطرح لي. يا سي فريد، السؤال الكبير الذي يطرح أطرحه عليكما، وري لي بلدية تنتج ثروة في الجزائر. بالطبع ما كانش كاينين، خليني نتكلم لك مثلا انا على ولايه، على ولايه مثلا على سبيل المثال ولايه الواد مثلا، لو بي بي تاعها استاذ عالي جدا بحكم الزراعه والفلاحه القويه جدا. قل لي مثلا خذ بلديه العاصمه لا تنتج ثروه وربما اغنى بلديه بحكم وجود. لا بالطبع بالطبع احنا كي نتكلموا على النمط البلدي، البلديه لازم احنا شفنا ألان جوبي رئيس بلدية بوردو، رئيس نعم بلدية بوردو، يعني ممكن يكون رئيس بلدية نعم قانون ويكون ديبوتي نعم يكون شراك إيتي قادر يكون رئيس بلدية. بالطبع هيلاري كلينتون اللي راح ترشح لرئاسة الجمهورية الآن في الولايات المتحدة نعم الأمريكية كانت رئيس بلدية نيويورك، كان كأحمد نجاد كان نعم رئيس بلدية طهران. إذن فرئيس بلدية هذا لازم يكون إنسان يعرف تسيير، يعرف الماناجمنت، يعرف كيفاش يسير ممكن أنه يكون في جهة أخرى، ولازم يكون ينتج الثروة ولازم تكون عنده صلاحيات. احنا منذ نعم الانتخابات نتاع 91 نزعت الدولة كل الصلاحيات لرئيس البلدية. نزيد نعطي لك هذا من الأخطاء الكبيرة. سامحني في قانون باش ما يروحش النقاش تاعنا على البلدية لأنه راه يعني المناسبة لأنها خالية. نعم أنا نتكلم عن التنمية الاقتصادية. أستاذ في قانون المالية 2016 اللي ربما يعني راه
في حكم المنتهي، يعني لازم لنا قانون تكميلي ولا قانون فاش راح نديروا مع قانون الجديد في قانون المالية تاع 2016 استاذ لامبو لوكال نحاول البلدية يعطوه للولاية، يعني هو بكري انت جمال تعرف هذه تعرف هذه المسائل هذه لطاب نعم نحاول البلدية يعطوها للولاية، يعني زدنا المال البحر هو في الاصل يفترض انا نقول زدنا المال البحر هو يفترض انه نعطيه هذا اللامبو هذا البلدية ربما تشتغل، ولكن استاذ الاشكاليه الكبيره جدا هو في نوعيه هذا رؤساء البلديات المنتخبين بالطبع اشكاليه كبيره. سي عبد الحميد شوف انت طرحت سؤال مهم فيما اولا يا سي جمال راح نرفع عليك دعوه قضائيه اللي ماشي كيفاش يسموها القذف ولا لا لا ماشي القذف التزوير والمزور ولا انتحال الصيفه ولا مانيش عارف نصيبوا لها تكييف قضائي على كل حال معليش المعذره تكييف قضائي ولكن يقدروا يجوا يزوروك في 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 الكوميسارية بحكم دخول قانون الإجراءات الجزائية الجديد اللي أصبح الآن المتهم اللي يعني بريء حتى تثبت إدانته يقدر يعني العائلة تاعو تتصل به المحامي يتصل به يعني كاين حقوق في التقاضي نعم. هو شوف في الموضوع اللي طرحته احنا الآن لازم لنا مجموعة من الإجراءات العملية من الخطوات الجريئة على كل المستويات على مستوى السلطة سلطة القرار نعم. لا يمكن لدولة أن تسير بدون رؤية استراتيجية متكاملة على مدى استراتيجي نقول على مدى استراتيجي مدى بعيد. هذه أنا بالنسبة لي للجزائر بدون مبالغة بعد وفاة تتكلمت على السبعينات والمشاريع الثورة بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين غاب المشروع الاستراتيجي الوطني في رؤية السلطة واللي ننجيريو في لو كوتيديان. إيه ولكن جمال سامحني خليك لا سامحني في هذه المسألة هذه جا شادلي بن جديد الله يرحمه ما يعني العهدة الأولى كانت الجزائر مستقرة شوية ولكن مباشرة 86 المحروقات هبطت 8 دولار ولا 6 دولار جاء من بعد الإرهاب 20 سنة جمال الإرهاب رجعنا للور بواحد 200 سنة جمال يعني رجعنا للور 200 سنة الإرهاب في الجزائر الجزائري قتل الجزائري لأسباب تافهة جدا اسمح لي وبالتالي هناك ظروف شوية موضوعية اسمح لي لأن أنا لا أتكلم اللي فات مات احنا الآن نستفيد من الماضي هذا نعم. سواء بإيجابيته ولا بسلبيته ضاعت منا سنوات وعقود من الزمن حان الوقت الآن أن نستثمر في الوقت وأن نستثمر في الزمن وي ني با ترو طان وي هذا هو لا احنا اللي فات حتى أنا أسأل أنا قلت لك ما أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي فوتنا بظروف تاع اخطاء في السلطه تاع ظروف في 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 الواقع الوطني كما ذكرت تاع دخول البلاد في الاستقرار وفي كذا لكن حان الوقت ان نضع حد لاهدار الثروه الحقيقيه اللي هي ثروه الزمن والوقت لو تون سي لارج. النقطه الثانيه في بعد الرؤيه لابد على مستوى السلطه الان جمال اصبح لو طون سي لارجون نظن انا اتساءل اسئله تجاوزها الزمن جمال الان ليدي سي لارجون ليدي الفكره هي هي المال شوف ليدي وهي الوجود ليدي ولو طون ولو بيفو تاع الاستثمار الحقيقي هو الانسان اذا ما الاخر وبالتالي الرأس المال البشري عندنا والرأس المال المادي عندنا انا حتى كما قال سي ولد خليفه انا راني نقسمها 50% 50% رانا في الانترسيكسيون ولا رانا في كما يقولوا في مفترق الطرق ولا في ملتقى الطرق انا هذه العباره دائما نعيدها ورانا 50% اون بو باش نجعلوا من اللحظه الراهنه ملتقى طرق نحو مشروع تنموي واقلاع حقيقي نعم ممكن وبامكان ان تستمر هذه سياسه الهروب الى الامام والسياسه هذه اللي رانا منتهجينها وننتهي الى مفترق طرق وما على باليش واش من الطريق اللي راح وين نروح ولهذا اول حاجه ان نضع حد لإهدار الوقت وإهدار الطاقات وإهدار الإنسان وإهدار كل شيء وإهدار الأفكار لأن الحمد لله إذا ولينا
الأستاذ فريد تكلم على الأمير عبد القادر بن باديس، أنا نتكلم على الملك بن نبي. كثير من الدول اليوم أخذت بأفكار هذا العبقري الجزائري، ونحن ضربناه في الجامعة وطمسنا عليه في وقت من الأوقات وهمشناه وربما اتهمناه. الآن وضحت نمشي إلى إنضاج رؤية استراتيجية متكاملة تنموية اقتصادية سياسية على المدى الاستراتيجي، نجيو لإيجاد يعني كما نقولوا دراسة يعني تحضير لأخر حشد المقدرات الوطنية بشرية ومالية ومادية وفكرية لماتير غريز هذه وكذا نحشدوها، والحمد لله نحن من أغنى الناس. ويتحط أغنى الناس فاش في هذه كلها، في المقدرات المالية، في البشرية. أنا لما أتكلم على الدكتور كمال صنهاجي ومحمد بنات وزرهوني وكذا، عندنا من لاماتير غريز وفقط. يحس الجزائري هذا لاماتير غريز أن بلاده راح تقلع وتعطي له مكانته وتخليه يبدع. جمال سامحني، راك هنا قصت واحد النقطة مهمة جدا. هني الآن أسأل، هل ما تشوف جمال أنت تمشي في الأسواق وأكل الطعام وتأكل الطعام كما أمشي في الأسواق وأكل الطعام كما السي فريد، يعني نسمع للمواطن، يعني ماشي قضية نحن نخبة قال أنا صحفي وسي جمال رئيس حزب وأستاذ وباحث وسي فريد كيف وكذا، معناه رانا منقطعين عن المجتمع. لا، نأكل الطعام ونمشي في الأسواق ونستمع للجزائر. هل ما تحس جمال أو السي فريد أنه كاين رغبة جزائرية قال يا جماعة رانا هنا، نحن هنا، اشركونا فقط، قولوا لنا ورونا الطريق كما يقولوا، فقط رانا هنا رانا موجودين. طاقة عفوا سي جمال، كاين طاقة كبيرة في الشعب الجزائري، هذا الشيء اللي لاحظته. كاين شباب حاب ينفجر بالطاقة تاعو، لكن للأسف ما زلنا ما وضعناش في الطريق الصحيح، وهذه هي الحقيقة. الجزائريين لما تكلم أخ جمال على الاستراتيجية، أنا تكلمت عدة مرات، لابد من وضع وزارة للتخطيط والاستشراف. وعطينا أمثلة للسويد اللي نشأت مؤسسة الدراسات المستقبلية على 60 سنة، اللي أكبر دولة مخططة في العالم. أنا أول مرة في الجزائر سمعت بالدراسات المستقبلية كانت في الأوراسي في سنة 90 89 جمال، كان سجلالي مركز دراسات مستقبلية. نعم، بعدها جت لا كان الهجمي هذا تاع تونس الحميدي، نعم كان المغربي هذاك المنجرة، ثم بعد ذلك المنجرة من كبار المخططين المنجرة. بعد جات محاولة هكذا تاع السي سليم قلالة، ولكن لا معليش الان اكيد لا انا لا احمل سي سليم، انا لا احمله، ولكن نقول احنا كجزائريين ما كاش هو السياسي المستقبليات هذوما لي فيتورولوج كيما يسموهم كاينين موجودين في الجزائر. نعم موجودين، ولكن لازم السياسي السياسي هو اللب الموضوع. لا استراتيجي نتاعو لا فيزيون قال حاب نروح لهنا كما كان حاب نروح ليه. فرانسوا ميتيران كان رئيس تاع فرنسا، نعم فرانسوا ميتيران في الحرب العراق الاولى، لما شاف بلي الجيش الفرنسي صبح تحت القياده الامريكيه، فيه بعض الجنرالات الفرنسيه رفضوا الشهاده بالطبع، كانوا ديغوليست قضيه سياديه ما قبلوش، لكن ميتيران بعثهم قال لهم نحارب في العراق. قال لهم شو القوى الامريكيه؟ قالوا له هما عندهم كيفاش في الحرب الالكترونيه وفي الحرب يعني كيفاش في المواقع كل شيء بالاقمار الصناعيه يحدوا كلش كون ابل لا 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 كاتريام ديمونسيون فلا قال انه كان لا ار مار تار ثلاثه والالكترومانيتيك الرابعه الامريكيين متمكنين فيها. هو الرئيس الفرنسي نظن عنده ليسونس في يعني يحسم المعركه بان كليك توصلت، يبقى الفرد كذلك عنده دور. نعم اكيد والفرد هو اللي يصنع هذاك المشهد. الولايات المتحده الامريكيه كي شافوا الشيء هذا تكلم فرانسوا ميتيران، هو رجل سياسي قديم يعني محنك، تكلم مع بعض الشخصيات المفكرين نتاعو، قال لهم شو فهموني في هو عنده ليسونس في السوسيولوجيا نظن وفي التاريخ. نعم الامور الالكترونيه ما فهمش فيها بزاف، لكن جاب الناس الخبراء، لكن يعرف كيف يتخذ القرار، فهموه بسطوا الامور.
قال له ها واش نحتاجوا واش نحتاجوا نحتاجوا باش نوصلوا هنا. اتصل بالجامعات، بعض الجامعات، اتصل بعض الباحثين، اتصل بعض المفكرين، ومن بعد عيط الوزير الماليه قال له حط المقدار الفلاني. فالحرب الثانيه كانوا الفرنسيين يعني واجدين الكترونيين ويتبعوا الامور نتاعهم، يعني داروا قفزه نوعيه بعد ما عرفوا نقاط الضعف نتاعهم. رغم ذلك لو نون دو شيراك ريسترا اترنال في التاريخ، يعني بالطبع لا للحرب في العراق، لا بالطبع، لكن جاك شيراك بالطبع، لان الفرنسيين الان احنا نشوفوا فرنسا جاك شيراك، فرانسوا ميتيرون، عندهم كليمونسون، دوغول، كذا، يعني عندهم تاريخ نابوليون، فهم عندهم ثقافه معينه، وعندهم ماذا بهم ما يكونوش تابعين للولايات المتحده او لبريطانيا، عندهم هذه النخوه كذلك الموجوده. دوغول ساحب ملوطون بالطبع. احنا الجزائريين نفس الشيء، الجزائر حاليا ترفض باش تكون قواعد عسكريه، رغم انه فيه دول اخرى اسلاميه وعربيه قبلت باش تكون المواقع هذه. نعم. احنا رفضنا الشيء هذا، لكن الان الجزائر بالنسبه للدراسات المستقبليه نتاعنا لازم نعرفوا وين رايحين، لازم نعرفوا نفهموا نقطه اخرى باللي حضاره راح ندخلوا في حضاره جديده، والحضاره الجديده هذه انا نحيي هذا دستره المجلس العلمي في الواحد في الدستور الجديد. إذا في الحضارة القادمة راح تكون حضارة يعني أسية اكسبونونسيال. هذا الحضارة اللي أنا فيها سيتون سيفيزاسيون أريتميتيك، كنا نمشي حضارة العالم الإسلامية كذا. بالعقل عليا برك وعلى المشاهد. دوك نفهمك باش نبسط لك. لا نبسط لك. حسيتهم سنوات. فوالا نبسط لك الأمور. المتتالية الأريتميتيك. نبسط لك المعادلة المتتالية. المتتالية الحسابية والهندسية. الألغوريتميك وإكسبونونسيال. الإشكال الموجود الآن، الإشكال الموجود، يعني الحضارة العربية الإسلامية مدرسة الأزهري، ابن سينا، غيرها من كبار جبر بن حيان، إذا كنا قاعدة تاع الحضارة الجاية، وفي كانوا حضارات من قبل. إذا الحضارة الآن البورتابل، التلفزيون، الكاميرا، الشيء اللي موجود هو ناتج للحضارة الغربية. نعم. اللي الثورة الصناعية بدات ما بين هولندا وبريطانيا وانتقلت، يعني المحرك الصغير اللي خدموه درك نشوفوا به سيارة من نوع مرسيدس، من نوع بي ام دبليو وغيرها، نشوفوا الطائرة النفاثة، نشوفوا الطائرات، نشوفوا الأقمار الصناعية. لكن هذه الحضارة الآن وصلت للنهاية تاعها. حسب الفلاسفه الكبار المفكرين رايحين دخلنا في عهد لاتنسي ليميت ستوري، يعطيك الصحه، داخلين في حضاره النانو، وداخلين في حضاره لا نانو تكنولوجي، النانو سيونس، الامور اللي داخلين فيها الحضاره هذه. يعني الان داخلين، لانه الفيزيائيين يقول لك الشيء اللي نشوفوه هو 4% الموجود، 96% شيء ما نشوفوش، داخلين للعالم الخفي، لو موند انفيزيبل، وين الانسان يعود يشوف مع الحاجه تحل الباب بعينيه افيك اون سامبل بوس في السيرفو تاعو، يشوف مع حاجه تتهز، ممكن تيليشارجي له ديزانفورماسيون في الواحد نتاعو، ممكن انه كاميرا صغيره تدخل في الكور نتاعو في الجسم نتاعو وتعطيك التشخيص الحقيقي تاع الانسان. داخل يعني مش الوقت نتاعها باش نفسروها، لكن راهي ثوره حتصرى. اذا كان حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باللي فيه جزئين، فيه العلم 32 جزء. الان حسب العلماء يقول لك رانا في جزئين. الرؤية هذه الرؤية جزئين سي جمال، حتى الرؤية. الآن رانا في جزئين، مازال 30 جزء أو الوحي بالطبع. الوحي الرؤية مع الوحي، الرؤية مع الوحي جزء من 99 جزء بالطبع. لكن هنا الوحي لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني اللي ينزل من السماء فقط. هذه ما قريتهاش. سؤال يحتاج إلى بحث يا جمال. إن شاء الله. مهم جدا هذا الكلام هذا اللي نقول لك فيه جمال. نقول النقطة هذه. لا يتعلق بالبحث الذي ينزل من السماء. إذا في 30 جزء اللي بقات هذه، هذا وقتها وراهي جاية ثورة، راح يكون تطور رهيب في العالم. يا نركبوا في السفينة يا أونسار ديباسي، كما يقولوها الحاضر المستقبل أو لا حاضر، لو فيتور إي ديجا بريزون. يعني نواكبوا هذا التطور. عاودها لي هذه باش المشاهد يفهمها باش انا نفهمها. لو فيتور ديجا بريزون، يعني التكنولوجيا، يعني الان ما بقاش مستقبل، ما بقاش الوقت، الان المستقبل راه حاضر، راه حاضر، ماثل، ماثل امامك يا مشاهد يا كريم. اليوم المستقبل راه حاضر، يا تركب في السفينه اللي رايحه هذه يا يفوتك الوقت. سي جمال انا اعتبرها كلمه اخيره من سي فريد، كلمة أخيرة من عندك لأنه ما بقاليش الوقت. والله أنا لو كان تسمح لي برك نكمل الجزء، أنا تكلمت على السلطة.
روح تفضل. وباختصار يعني على السلطة والرؤية الاستراتيجية وحشد المقدرات الوطنية. وماذا عن المواطن جامع؟ وهاني جاي، والنقطة اللي راهي الآن إعاقة في الحكومات الجزائرية وفي السلطة الجزائرية هي موضوع القدرة على التواصل والتسويق حتى للأفكار الجيدة تاعها. مشكل كبير تعاني منه الحكومة وتعاني منه السلطة بصفة عامة، أن حتى الشيء الإيجابي فيما يطرح لا تعرف كيف تسوقه. والمعركة كاين بعض اللي يقول لك لا استراتيجي سي لا كومينيكاسيون، وكاين اللي يقول لك لا استراتيجي سي لا لو ماركتينغ. بعد احنا حتى الامور انا في بعض الحالات نشوف يعني كملاحظ كسياسي كمثقف كمواطن ان الدولة تدير حوايج ايجابية، لكن تخفق في تسويقها من أجل الحشد ومجل. نولي للجانب الثاني، المواطن هذا. المواطن هذا لازم له فطام، بالنسبة لي لازم يفطم، لازم يحس بروحه باللي راشد، ما هوش محتاج إلى لاسيستانا. لابد أن يكون هو المنتج، هو البيفو، هو المحور، هو المحرك. معناه لازم يفهم المواطن اليوم جمال أنه إذا خدمنا نأكله، لازم يفهم انه لابد من جهد مبذول. جمال خليني نكمل لك في المواطن. خليني نحكي لك على حمود بوعلام، ما نديرولوش اشهار. ولكن يروى انه حمود بوعلام هذا اللي نشربوا الغازوس تاعو ليومنا هذا منذ 1800 وكذا، قاعد في بلكور ويعني والخدامين يعني يعبيو في القرعه في لي كازي هذوك تاع الغازوس في الكاميون. واحد الخدام يرمي هكذا قرعه تتكسر. زقالو حمود بوعلام الجد يقولوا زقالو، قال له شوف يا وليدي، قال له تخدم عندي ولا عند منك تخدم؟ قال له انا نخدم عندك. قال له دير في بالك بلي ماكش تخدم عندك، تخدم عند روحك. قال له انا كافي والحمد لله، ربي رزقني بالشي اللي نعيش به الى يوم القيامه انا وولادي. قال له بصح دير في بالك بلي تخدم عند روحك، معناه اذا خدمت راك تاكل. اذا ما خدمتش انا نغلق لوزين انت ما تلقاش وين تاكل، تلقى روحك غدوه بطال شحات تطلب. هذا هو الشيء اللي لازم يفهمه المواطن الجزائري اليوم. نكمل لك في المواطن. المواطن لابد له من بالنسبه لي اربع خطوات: التوعيه، وبالتالي لابد من تفعيل المنظومه الاعلاميه وكما تكلم الاستاذ فريد، والمنظومه الثقافيه والمنظومه التربويه والمنظومه المسجديه والمنظومات كلها اللي توعي هذا المواطن. لازم لهذا الشيء ايضا سياسات ورؤى وكذا. اثنين، بعد التوعيه ياتي تعبئه المواطن في اطار الرؤيه والمشروع الوطني هذا اللي هضرنا فيه. والنقطه الثالثه هي انه يمشي الى التأطير، ان هذا المواطن يؤطر في اطار هذه الرؤيه. والنقطه الرابعه هي تفعيل هذا المواطن باش يكون فاعل ماهوش مفعول به، حتى ما نقولش كلمه واحده اخرى. النقطه الاخر ايضا في هذا الجانب في الاقلاع، الوسائط اللي نقصد بها الطبقه السياسيه والمجتمع المدني باش نقوموا بهذه الادوار التوعيه والتعبئه وكذا، لابد من بناء الوسائط هذه بنايه حقيقيه. وفريد تكلم قبيله على قضيه التمثيل الحقيقي، لازم الاحزاب هذه ما تبقاش، هذه الاحزاب هذه تتحول الى مدارس فعلا في انتاج البرامج، في انتاج الافكار، في تكوين الرجال اللي يقودوا الدوله سواء في احزاب الموالاه ولا في المعارضه. واحنا نلقاو روحنا امام مجموعه تاع برامج تاع بدائل، فشل البرنامج تاع خويا فريد ولا ما حققش حاجه، الشعب الجزائري يجد امامه من البرامج والمؤلات. جمال كلام كبير، فتحت ورشه جديده كشنا ان شاء الله نتكلموا عليها قضيه لان خليني خويا حمد اعاده فعل القلب القلبيه تألم يعني السياسي ما بقاليش كثير من الوقت. لو نكمل بالبيت اللي قال لك لقد آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمين، وأنا أقول وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين الجزائريين. هذا هو الآخر. احنا رانا هنا إن شاء الله جمال يعني كاين إرادة. المشاهد الكريم أشكرك جزيل الشكر اللي استقبلتنا كذلك وضيفتنا اليوم ليلة في بيتك في هذا العدد من قلبي الحدث. أشكر الأستاذ فريد بن يحيى كذلك، وأشكر الأستاذ جمال بن عبد السلام. موعدنا
الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى ذلك من حين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.